الأحبة الغاليين أبناء وبنات شهدائنا الأبرار والأبطال، كل عام وأنتم بخير. المشرفين والمشرفات، المدرسين والمدرسات، العاملين والعاملات في هيئة مدارس أبناء شهداء، كل عام وأنتم بخير. أردت أن أكون معكم اليوم لأنني أشعر بسعادة غامرة كلما التقيت بأبناء وبنات الشهداء. أردت أن أشارككم ولو جزء من هذا الاحتفال، من هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً.